احنا وين رايحين وما ندري. احنا وين رايحين وما ندري، واحنا بزمان طريقنا مليان ذيابة، وقافلة البيت تمشي بمفردها لوين. وتنعجب بصورهم الشخصية، وزوجها يمها يترقب منها كلمة إعجاب، وزوجي لاطف هاي ويتعاطف يذيج، وهن غريبات بعيدات وزوجته يمه وما تشوف عطفة ولا لطفة. احنا وين رايحين وما ندري، أم تراقب كل العالم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما يمر منشور إلا وخلت بصمتها علي، ولكنها ما تدري صاير ببيتها. أب يهتم بكل مشاكل العالم ويحلل وينظر لكل أحداث الأسبوع، وهو ما يدري جاي يصير ببيته وما يقدر يحلل الجفاف العاطفي والروح ببيته. احنا وين رايحين وما ندري. أم يحزنها ذاك الشاب اللي كتب أنا حزين، وهي ما تدري أن ابنها غارق بالحزن والوحدة، يتأثر بقصص وهمية يكتبوها ناس وهميين، والد جاي يخطط النصيحة شابة تمر بأزمة نفسية، وهو ما يهتم ببنته اللي تعيش بأزمات، وابن معجب بكل شخصيات الفيس ويشوفها قدوة له ويحترمها ويبادلها الشكر، ووالده اللي تعب عليه حتى ماكو كلمة شكر ولا مدح. تدرون ليش هيك صار؟ أنا أريد أن نأدي رسالتنا خارج أسوار البيت، مع الآخرين، مع البعيدين، مع الغرباء، مع من لا نعرفهم. شنو الحل والعلاج؟ أن نتيقن رسالتنا تبدأ بنبيوتنا ويا أهلنا. وختاما للبعض نقول رسائلكم مبدأها ببيوتكم، ما مطلوب منكم تصلحون العالم كله، ولكن لو نظف كل واحد منا بيته لأصبح المجتمع كله نظيف. شكرا لكم. Thank you.